غزة تدخل على خط المواجهة مع الاحتلال بعد أيام من تحذيرات المقاومة من أن القدس ليست وحيدة. صاروخ يخرج من غزة فتسقطه القبة الحديدية، ليأتي الرد الإسرائيلي بعدها غارة بستة صواريخ على موقع للمقاومة. تقول تل أبيب إنه ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحماس. لم تقع إصابات في صفوف الفلسطينيين، لكن القصف لا يمر فوق سماء القطاع دون رصد من المقاومة. تقول كتائب القسام التابعة لحماس إنها تعقبت المقاتلة الإسرائيلية بصاروخ أرض جو من نوع ستريلا في محاولة لإسقاط الطائرة الإسرائيلية التي نجت. تطور في قدرات الرد الفلسطيني، ومنها جلب أسلحة نوعية من خارج القطاع المحاصر بشدة. اشتباك محدود وليست حربا مرتقبة، هكذا يصف مراقبون ما حدث. رسالة واضحة من المقاومة يفهمها الإسرائيليون. أما حماس كبرى فصائل المقاومة الفلسطينية فحيت الرد واعتبرت ما حدث امتدادا لحالة الاشتباك مع قوات الاحتلال وثأرا للقدس والمقدسات وفق تعبير ناطق باسمها. قواعد جديدة إذن في مقاومة الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة. وإن أبدى الفلسطينيون رغبة في عدم الانجرار إلى حرب مقابل تهدئة إسرائيلية حقيقية على الأرض.